السلام عليكم، ازيكم؟ وان شاء الله طيبين وسالمين، مساء الخير عليكم ويوم طيب عليكم. في رمضان لسه متواصلين في الشوق والريد. طه حمدتو برضو واحد من الشعراء المهمين، حيلاقينا في عدد من الحلقات في هذا البرنامج الشوق والريد. ولسه معي ضيوفي استاذ خالد بطبيعة الحال موجود معنا اليوم، وطبعا بطل هذا التوثيق حبيبنا عماد. وطه حمدتو ما ادري كما طه حمدتو، لانه بعد شوي حنغني لطه حمدتو اغنيه معينه. صحيح. بالضبط. مساء رمضان سعيد على المشاهد الكريم. واعتقد انه يجب انه نتناول قضيه مختلفه في اغنيات الكاشف في الحلقه بتاعت الليله، وانه التنوع الكبير جدا في الايقاعات والجمل اللحنيه. صحيح، طه حمدتو وعبيد عبد الرحمن كذلك مجموعة كبيرة من الشعراء تعامل معها الراحل المقيم إبراهيم الكاشف، المساح وما إلى ذلك. نعم، ولكن كانت كل مفردة تنال نصيب الحقيقي من الاهتمام العالي جدا. تكلمنا في حلقات سابقة عن فتنت به، وكذلك تكلمنا عن أغنية رسائل وغيرها من الأغنيات. صحيح. ولكن التنوع الكبير جدا في أغنيات طه حمدتو، واعتبار أنه طه حمدتو أصلا هو كان من السودانيين المقيمين خارج الديار. صحيح. وأعتقد أنه برضو ذكرنا فيما سبق في أنه هو كثير من الأساتذة الموسيقيين كانوا حريصين على زيارة القاهرة عشان يكون عندهم. هو بطريقة ثانية، ما مقاطع عليك، لأن تشبه طيروة منعم عبد الحي. ايوه صحيح، بطريقه ولا باخرى. عفوا، ايوه صحيح. لكن طه حمدتو على اعتبار انه هو في الجانب الرياضي كان اكثر، هو هو على اعتبار انه معلق الرياضي وكذا. لكن برضو اغنيات الكاشف هنا اخذت شكل التنوع الكامل. يظل يحتفظ الكاشف في الاغنيات ككل بطبيعه الاداء المتميز بالكلاس والميلودي. والاغنيه الفؤاد المسلوب هي واحدة من الأغنيات اللي بتعبر عن نفس المنهج بتاع الكاشف في المؤلف الموسيقي. وكذلك بيعتمد على إمكانياته الحقيقية في أنه كيف يعمل عمليات التطريب بشكل أو بآخر ويثبتها في وجدان المجتمع السوداني. طيب. الحاجة الثانية، ودي أهمية بالغة جدا، لأنه الآن عندنا مادة في المادة علمية تدرس في علم الموسيقى اسمها التحليل والتذوق، وإنك كيف تجعل المؤلف الموسيقي في السكيل الفلاني، في السلم الموسيقي الفلاني، وكيف تستخدم الجو الموسيقية من بداية المؤلف، وكيف تطلع بها لصوت الدرجة الخامسة وصوت الدرجة الثالثة. برضو نحن تكلمنا عن حكاية البنتاتونيك والصعوبة في التلحين، لأنها تعتمد على الخامسة. حاولنا نخلي الكلام ما معقد المشاهد يعني. ولكن الآن المستمع السوداني يستمع لأغنية الفؤاد المسلوب، وهو بمنتهى البساطة يتسلل اللحن إليه بسيط سهل. صحيح. ويجعل يردد الكلمات حتى عن غير حفظ. صحيح. حتى عن طريق، حتى الحفظ ما عن ظهر قلب، ولكن هو يستطيع أنه يستحضر الكلمة التي تليها طوالي مباشرة. صحيح. وطبعا دي من عبقرية الكاشف، أنه هو يجعل من السهل جدا أنه يتعامل مع النص الموسيقي. والتالي أصبحت أغنية الفؤاد المسلوب، بالمناسبة الفؤاد المسلوب من الأغنيات الراقصة أيضا، واللي هي كانت دي الإيقاعات المستخدمة فترة الأربعينات والخمسينات. صحيح. وقامت بدور كبير. الآن تتم بعض الإضافات عبر الموسيقيين المتخصصين من كلية الموسيقى والدراما. صحيح. الشباب في مراكز الشباب، كذلك المجمعات الشبابية، وكذلك الأفكار الشبابية الجديدة باستخدام التقنيات الجديدة والاستفادة من الإمكانيات المهولة اللي أصبحت متاحة الآن. أنا برضو حريص على أنه أنقل الفكرة باستمرار. هذا الموسيقي السوداني من أجيال متعاقبة استطاع أنه يحافظ على هذه النوتات وهذه الجمل الموسيقية، ويقدمها بشكل براق جميل وأنيق جدا في كل فترة من الفترات التاريخية. صحيح. اللي تقدمت فيها أغنيات. كلام اللي قلته ده عنده علاقة برضو السنين اللي قلتها أنت بالتحديد الأشرطة عليها، كان في الفالس، كان في الروك أند رول. نعم. يعني كان موجة الاستلام. أيوة. وروك أند رول، وكان في الموجة دي كانت. نعم. من 64 نفترض يعني. نعم. أو من بداية الستينات روك أند رول وفالس وما إلى ذلك. نعم. وطلعوا ري تشارلز، طلعوا
مثلا نقول من الفنانين العالميين يعني نيل أرمسترونغ، قصة طويلة جدا. لكن الاسم ذاته غريب، الفؤاد المسلوب. نعم صح يا عماد؟ الفؤاد المسلوب. نعم الاسم ذاته مدهش والله. ما هو ودي من الحاجات اللي ممتاز بها الكاشف برضه. ايوه بالضبط. اسمع الاغنيات الدهشة. ايوه يعني عندك يجي يقول لك ما اعرف اسم الحب مثلا، اسم الحب طوال اذا تنتظر تشوف الباقي شنو. واو تشويق. ايوه ده ذكاء. ايوه ايوه اطير بفوق. اطير بفوق. اطير بفوق. ايوه ما بتفهم. ايوه الا تسمع سالف وادي ما عليك. سالف وادي ما عليك. يا سلام. نعم كلمه بسيطه لكن عميقه. بالضبط. أيوة. نعم. اللي هو وده عنده علاقه يا عماد بطريقه ولا بثانيه، اللي هو اشراك المستمع او المشاهد بالضبط معك في النص. وده نوع من الذكاء برضه يعني. أيوة. بسكك. أيوة. يعني شوف فؤاد المسلوب. طيب نغنيها، رايك شنو؟ نغني فؤاد المسلوب. اوكي تمام. مقتول هواك، مقتول
موهبة الحب لا سواك تلقاني مخلص في هواك لا موهبة الحب لا سواك يا نور حياتي ودنيتي ظلموني بالقالوه ليك ظلموني بالقالوه ليك يا حبيبي بالقالوه ليك ظلموني بالقالوه ليك يا حبيبي بالقالوه ليك شكرا يا عماد. شكرا لك يا ابو حميد. يعطيك العافيه والصحه يا رب. الله يديك العافيه يا عماد. ما اعرف اقول شنو بالضبط عن الاغنيه بالتحديد. خالد طبعا بالضروره يكون عنده راي. الاغنيه سهله زي ما قلت تنفيذا واداء، وانا حاسب انه اي شيء ممكن اديها يعني بسهوله اللحن وسلاسته، انه لحن جزل وبسيط ومعبر. جزل وبسيط ومعبر، ولكن السهوله غير وارده على الاطلاق. نعم صحيح. الان اذا سالت هنا عماد في عمليات التنفس بالتيم اثناء عمليه الغناء، عمليه تحتاج لانه صاحب الصوت التينور بالذات يحتاج لانه يتنفس بشكل مختلف. تدريب بالضبط، لا بد من التنفس بشكل جيد عشان تقدر تطلع الجمل الموسيقية في الأوكتاف دي. بالضرورة لازم تكون عندها طريقة من التنفس عشان بعد ذاك الصوت يكون واضح والمخارج كذلك واضحة. خامة الصوت المقيم إبراهيم الكاشف كانت بمنتهى البساطة، هو يؤدي الأدوار الفنية بمنتهى السهولة، ولكن الصعوبة في أنك لما تجي تقلد مثل هذه الأعمال اللي أنت تشعرها بسيطة تكتشف خطورتها وصعوبتها بشكل. أنا أشكره جدا. نعم عماد أشكره جدا. شكرا لك يا ابو حميد يا اخي حبيبي. مره ثانيه وثالثه ورابعه، ومستمرين ان شاء الله في هذا رمضان. تمام، على حسن المشاهده اشكركم شكر جزيل. التواصل معكم مستمر في الشوق والريد يوميا في رمضان. خلوا بالكم من روحكم. لمستي